اللي عرفنا على بعض والمخدرات، متعاطيين سوا، خرمانين سوا، منزلين سوا، سارقين سوا، كل شيء يتبهدل سوا. كنت عم بشتغل بمحل وكان في حدا معي بالشغل بيتعاطى، ما كنت أعرف شيء عنه أبدا. كنا سوا بالسيارة وشال سيجارة حشيش لفة، فأنا لا شعوريا بما أنه كنت بحاجة لهالشيء قلت له بليز بدي أدخن، أخذت ودخنت وهنيك حسيت بهالارتياح وريحتني بمحل من المحلات. أنا كنت أشتغل مع شباب بتحبحب بتشرب سيمو اللي هي دواء سعلي وبلشت فيهم، بس وصلت لمحل إنه ما عم تكفيني، اللي هو كل العالم تصلى كادمان رح يوصل لمحل ما حيكفيهم هذا الشيء، رح يصيروا بفوتوا بأمور أكتر. شو بدك أكتر من تجارة بسرعة؟ بس توصل لمحل مش قادر تشتري بقى، هو بيجي عليك التاجر بيقول لك بتشتغل لي، يعني تلقائيا رح تروح لقلها للطريق السهله. تخيل انا زلمه كل يوم بدي 300-400 دولار اغراض، اشتغل ب 1000 دولار بالشهر. انا موقف 7 أشهر، قلت انا بدي اروح فجريه، انا شخص قوي موقف قبل بمره، ليش ما في وقف هلا؟ بس ما في حل، لانه ما في خلاص غير بالتقيل. اول مره فتت على التقيل خلصت البروجرام على الاخر، كنت ماشي فيه كتير منيح لحديت ما وصلت على سلوكيات معينة، بلشت أشرب الكول اللي هو سبب كبير بيؤدي لانتكاسة، محلات، أشخاص ما لازم أحكي معها ما لازم أروح عليها، كمان تخطيت هول الأمور شي 2-3 أشهر. عملت أكسيدون أمي قدامي، كنت أنا وياها، وبس توفيت أمي لأنه الأكسيدون صار قدامي ما يعني ما تحملت المنظر، خلص صار بدي شي وإنساه، واكيد انا متعود اهرب، فدغري بدون تفكير رحت وتعطيت بقوه كبيره بس تقدر انسى الموضوع. اكيد كل ما اوعى من السرد اللي كنت سردها يرجع كل شيء مثل ما كان، وهي هيدا الشيء المزيف بالمخدرات. كنت عم قلها مضغوط وما عم لاقي شغل وما بعرف شو، قالت لي اللي بدك اياه اطلع ارجع على المركز اقعد ارتاح، بس مهم ما ترجع تتعاطى. هيدا بمحل اخذته مثل مساج قبل بدقيقة، على قد قبل بدقيقة قالت لي اياها ضد ضربة السيارة. سو هاي لحالة إذا بدي أفكر فيها بخدها طول عمري، هيدا إنه خلص عن جد أنا ما بقى بدي أتعاطى. أول ما تفوت كأول مرة بقولوا لك أسباب الإدمان اللي وصلتك للإدمان هي بتجي من أهلك، من المحيط تبعك. يعني أنا أهلي كانوا كتير يضربوني، هالشي مثلا ما بعرف ولد عندي خوف بمحل من المحلات. يمكن نحن عالم ما منعبر نكتم شعورك لقلق، قليل ما بيطلع بتصير تعبر عن اللي عم بيزعجك، اللي هو مثلا انت بتكون عم تعاطى وخلى شيء لك. انا بدي اقول للاشخاص اللي عن جد قادره توظف عالم المدمن، اذا عمل شيء غلط او سلوكيات مش منيحه هي بتكون لا إرادية لأنه تحت تأثير المادة، وهيدا إنسان مثله مثل حيالله مريض في يتعالج من الموضوع منه مجرم. أنا مساجي للعالم ككل اللي مبلشين بالسيجارة، حتوصل لمحل إنه السيجارة بعدين ما حتكفيها، بس تفوت بالأساس اللي بعدها كمان حتقول كمان هيدا الشيء ما عم بيكفيني، توصل بعد لتوصل لمحل إنه توصل للأبار وال هيدا الإدمان ككل. أهلنا مبسوطين كتير إنه نحن عم نعمل خطوة جيدة، أهم شيء عم نشتغل على الأساس اللي نحن ضعاف فيها، كنا عم نهرب فيها بالمخدرات. بعد ما طلعت من المخدرات صرت أحس بالفرح بهالأمور إنه فيها انبسط فيها، بحي الله شيء مش تبعد أنا وأهلي، أنا وعائلتي، أنا وأصحابي على طاولة بنتعشى بنتغدى، ما في مخدرات، ما في الكول، ما في شيء، ما بتفرق الضحكه تمنع يعني.